عايزين كيس مكرونة فوسيلي مسلوقة، كيس يعني 400 جرام، علبتين تونة. اللي عندنا هنا الناعمة قوي دي ما يفضلش، دي يفضل التونة القطع بتبقى أحلى، أو حسب ما أنتوا بتحبوه مفيش مشكلة. بصلة حمراء مفرومة وكوباية بصل أخضر شرايح، كوباية طماطم تشيري أنصاف أو طماطم عادية متقطعة قطع مفيش مشكلة، كوباية زيتون أسود شرايح، واتنين فلفل ألوان مفروم، اتنين فلفل رومي مفروم. الدريسنج اللي هنعمله للسلطة هيكون عبارة عن كوباية من الشبت المفروم، ودايما يا جماعة في حالة الشبت تقدروا تغيروه بأي حاجة انتوا بتحبوها، كزبرة أو بقدونس مفيش أي مشكلة. والسلطة دي ليق جدا في الدريسنج جرجير، فممكن كمان تحطوا جرجير مفيش مشاكل. كوباية شبت مفروم وفصين ثوم مفروم ونص كوباية عصير ليمون، معلقتين كبيرة من المستردة، ومية سلق المكرونة هنحتاج منها شوية نظبط بيهم الدريسنج، معلقة صغيرة من البابريكا وملح وفلفل اسود. ويلا بينا نظبط الكلام ده مع بعض. وعايزين عندنا جزئين، مكرونة ودريسنج. المكرونة هنجمعها هنا او هنجمعها هنا. اول حاجة المكرونة، بصل اخضر، زيتون اسود، فلفل الوان مفروم، فلفل رومي مفروم، طماطم تشيري، شوية بصل احمر، وطبعا ملكة الحفلة دي كلها التونة. نجيب بس سباتشولا، وادي التونة. مش هقلب، هستنى لما اعمل الدريسنج عشان مرة واحدة نقلب تقليبة واحدة. وده كده البولة اللي عملنا فيها اللي جمعنا فيها السلطة. هجيب بولة ومضرب سلك عشان نعمل دريسنج السلطة. عندي هنا الثوم، الشبت، عصير الليمون، والمستردة، بابريكا، ملح وفلفل اسود، ونراعي طبعا ان التونة بتكون مالحة والزيتون كمان مالح. فنحط شوية صغيرين ونبقى نشوف احنا محتاجين بعد كده ولا لا. فلفل اسود، انا كمان هحط للدريسنج شوية زيت. ممكن يبقى زيت زيتون مفيش مشكلة. هقلب كل الكلام الجميل ده عشان اعمل دريسنج السلطة. هضيف شوية من مية سلق المكرونة، هيخليه هيديله احساس الصوص اكتر ما هو دريسنج سلطه. وهتظبط كده الدنيا. هناخد الكلام الجميل ده كله فوق المكرونه، ولاحظوا ان انا لسه سايبه شويه من ميه المكرونه جنبي، قد احتاج مش عارفه، هشوف لسه وانا بقلب كده هحس. هبدأ اقلب تقليب كويس عشان اخلط كل حاجة مع بعضيها. ممكن تقلبوا بايديكوا على فكرة، بس طبعا التونة بتعمل ريحة مش لطيفة في الايد، فيفضل تلبسوا جوانتي لو هتعملوا كده. بس كده جهزت السلطة وزي الفل. محتاجين ندوق بس نشوف الملح اخباره ايه.
عشان الزيتون والحاجات دي خدعين. مش محتاجة بلح خالص، كويس ان انا ما زودتش لان انا مش محتاجين اطلاقا. انا بس هعمل ايه، هزود شوية مية من بتاعة سلق المكرونة تطري الصوص، وطبعا المية دي بتتشربها المكرونة مع الليمون مع التوابل مع كل حاجة حطيناها في الدريسنج، وبتبقى الدنيا لطيفة جدا. يعني مش هتلاقوا مية في البولة بتاعتكم او مش هتلاقوا مية في السلطة بتاعتكم، مش هيحصل خالص، بتتشربها بالذات ان دي مية منشوية فالمكرونة بتتشربها على طول وبتظبط الصوص جدا جدا جدا. هضيف شوية كمان، انا بضيف بالتدريج واشوف انا محتاجة تاني ولا لا. وهي لحد دلوقتي ظبطت لي كده الدريسنج، لان انا محتاجة اشوف شوية دريسنج يبقى زي الصوص كده في البولة بتاعتي، لو شفته يبقى احنا كده تمام جدا والطبق بتاعنا مظبوط. جهزت سلطة المكرونة اللي بالتونة، والناس اللي مش غاوية في سيخ او رنجة هنعمل لهم السلطة الجميلة دي، واحنا في الايام العادية نعملها غدا رائع وعشاء خفيف وجميلة جدا جدا جدا. هقدمها